سلام الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعمل نوع نتاع حلو. بالنسبه للعجينه اللي باش نحط فيها الحشوه، راهي تشبه برشا لعجينه كعك الورقه، باش تتبسس بالزبده وتتعجن بما زهر والا ما النسري اذا كان متوفر بالطبيعه. وباش نحط فيها قرصه ملح، ما يجيش فيها السكر راهو العجينه. انا باش نزيدها اضافه شويه شويه خميره جاتو. اوكي، العجينه تو بعد خاطر هو مرحلتين، مرحله العجينه تو نحكوا عليها بعد. بالنسبه للفاكهه انا خليتها كعب ورحيتها، هذوما زوز انواع نتاع فستق عندي، نوع فاتح ونوع غامق. حبيت نعملها بالفاتح، هذايا اخي جاني ياسر فاتح هاوكا، وليت زدته شويه من الغامق وخلطتهم هاوكا ظاهر لكم. هذايا مخلط توا، هذايا غامق وهذا فاتح، اما هو راهو نفس المطعم. يمكن هذا ارخص شويه يعني في السعر، اما هو راهو نفس المطعم. اما شنية صار لي مع الفستق كي جيت نرحي فيه، تنجم زاده تصير معاكم كواحد مبتدئ كيفي زاده. رحيته بالماكينه هذيا، الماكينه هذه ما ترطبش برشا يعني، جاني هكا محبحب شويه احرش يعني. وليت بعد ما رحيتهم هكاكا عملتهم بماكينه القهوه. رحيتو بماكينة القهوة المرة الأولى جاني كيف البات، هاهو ديجا حطيتهم على جنب هاهو. هذا الفستق أنا رحيتو حبيت نرطبو، يا أخي ولا لي بات. هذا باش نخليه بالطبيعة باش نعمل بيه حاجة أخرى، رسات كريمة ولا عصيدة ولا أي حاجة. خبوه هكا وغطيتو هكا بالبابي باش ما تخرجش يعني الأروما نتاعو، الزيوت نتاعو يعني الريحة. وليت رحيت برحيت القهوة، اما حطيت فيه السكر، سكر حبيبات، السكر الحرش يعني العادي، ورحيته هاكا كيفاش جاني. ما هوش ارطب على الاخر، اما ما ولاش بات ومش احرش هكاكا سافا. زوز هدايا، الزوز رحيته بلاش سكر، رحيته في الرحاية العادية يعني، اما غربلته شوية نحيت منه الحرش، وهذا يعني اللي تحصلت عليه. بالنسبة للكيس هدايا كي يبدأ هكا مقبب يعني مكوم، يهز 250 غرام، كي يبدا ممسوح يهز 200 غرام. وزدت كيلتهم انا هاكم 250 غرام يعني، هادو مرطل فارينة. انا اون جينيرال راني ما نمشيش يعني بالميزان يعني الدقيق، نمشي ديما عيني ميزاني يعني هكاك الحكارات نتاعي ابي بري ديما. بالنسبه للفاكهه بريسك يعني 200 غرام، اقل شوية يمكن من 200 غرام خاطر الفاكهة اخف من الفارينة. بريسك يعني هكا متاع حكاية 180 غرام هكا الكاس يهز يعني فاكهة. ونستحقوا بالطبيعة الزبدة الذايبة اللي منحي الحليب متاعها باش نبسو بها، وهذه الزبدة اللي عملتها معاكم اللي ذوبتها ونحيت منها الحليب متاعها، زبدة النوازيت السمن متاع الحلويات. انا باش نزيد نذوبها شويه، هذه خرجتها يعني عندها مده من الفريجيدير، باش نزيد نذوبها شويه ونبسس بها. هذايا زاده 250 مليلتر، اما ما نصبوش الكل، نصبو شويه ونشوفو تو بعد كي نعمل العجينه تشوفوا معايا. بالنسبه للسكر، السكر هذايا باش نزيدو للزوز، نزيد منه يمكن مغرفه نتاع ماكله للزوز، احنا ما نحبوهاش حلوه. والحلوه هذه راهو ممكن نشحروها بالعسل، واللي يحب ياكلها هكاك يعني مش حلوه تجي باهي يعني تشبه الكعك الورقه. نبدو تو مع بعضنا باش ما نطولش عليكم هكا واحد يتخلبز برشا. باش نبدو بالعجينه، نحضروا العجينه ونحطوها على جنب وبعديك نبدو في الفاكهه هكاك احسن يعني تظهر اسهل. وبالطبيعه كل واحد يعني الكونتيتي حسب الرغبه، يعني يحب يضاعف الكونتيتي يضاعف الكونتيتي. زيدوا تو قرصه الملح، تو نصبو السمن نتاعنا الذايب والا الزبده الذايبه اللي منحي منها الحليب. ما نصبوش الكونتيتي الكل، نصبو شويه بس ونشوفو. انا بطبيعتي نستعمل كان يد واحده العجين، يد الاخرى ديما نبقى نخليها ديما نظيفه، خاصه كي يبدا واحد وحده. دونك باش نعمل بيدي، وبالطبيعة يلزمها تتبسس باليدين هكا. بعد ما نشوفو يعني الكونتيتي نتأكدو منها نجمو نستعملو يدينا الزوز. هكا بقالي حكاية 50 ولا 40 مليلتر هكا زبدة،
هكا العجينة تبسط هيك، تلم هكا سبع. في المرحلة هذه نزيدوها طرف خميرة الجاتو هذية هاكم شوية على الاخر، نجمو حتى اقل من هذوكم طبعا، نعملهمش الكل نفه هكاك كيما نتاع الملح هاكم، ما عملتهمش الكل. توا نصب شوية بالمغرفة هكاك، واحد يصب اول مرة بريسك مغرفتين كبار، ونبدأ نعجن. توا تجي مرحلة العجين، يلزمنا نعجنوها كيما كعك الورقة، ما تتلم هكا العجينة خرجوها من هذية من السحفة ولا من المعجنة، ونعجنوها على الكونتوار. توا يلزمنا نعجنوها للي تبيات، دونك باش تجي كمرحلة تغطيسها في الماء يغلي مرة ولا مرتين بالطبيعة، مش برشا، مش يعني بيرفكت كيف متاع كعك الورقة. ماء يغلي ماء عادي مفيش حتى شاي، ديجا طفيت، نغطسوها هكا في الماء. بسم الله ردوا بالنا، جيست تغطيسها هكا شوية ونخرجوها. توا لهنا ونعاودو نعجنو، توا نعجنوها حتى التبيض عدنا، ونزيدو نعاودولها مرة أخرى ويزي هاي كذا، تعاود تتلم التو زي بعد التغطية الأولى. ما نخافوش من المرحلة هذه، أنا المرة الأولى خوفتني، اما بعد كي عجنتها رجعت كما كانت. ديما من الاول نردو بالها باش ما تبداش سخونه. قسمتها هكا في زوز، حاولوا هكا رتبوها. هكا توا العجينه متاعنا، هذه المرحله متاعها، المرحله النهائيه متاع العجينه. نحطها توا في بابي بلاستيك ونخلوها ترتاح وتبرد، باش نجمو نخدمو بيها. انا توا باش نحطها في الفريجيدير اقل شي ساعتين في الفريجيدير. نصب الزوز هذوما 200 غرام سكر جلاس، نحط مغرفة ونزيد مغرفة أخرى قدر 50 غرام. أنا باش نستعمل القفازات في المرحلة هذه، مش على حاجة، جيست خاطر العجينة هذه متاع الفاكهة كي باش نصبولها ماء الورد وإلا ماء الزهر مش تبدأ تتلصق في اليدين. في الجواندوات ما عادش تلصق، يعني ما تلصقش في الجواندوات. نبدأ نزيد بالشوية لهنا، نردوا بالنا ما نزيدوش الكمية برشا، يعني كمية كبيرة متاع ماء ورد باش ما تجيناش جارية. وماذا بينا زادا نخلو شوية فاكهة على جنب هكا مرحية، ونسي جامي تجينا جارية ولا حاجة ولا طرية كنجمو نصلحو يعني. هكا الفاكهة وصلت للمرحلة اللي حشتي بها تتلم تتكعبر زادة، ماهيش طرية برشا وماهيش يابسة. تو باش تجي مرحلة باش نعملوهم كعابر، انا عندي فكرة باش نعمل الكعابر متاعي ويجوني حجم واحد الكل. كل عدنا يظهر لي هذوما متاع الايس اللي نحطوهم في الفريجيدير في الكونجيلاتور باش نعمل بهم الايس، نجمو ناخدو هذوما ونقيسو بهم الكعابر متاعنا، نحطوهم مثلا كلهم لهنا يجونا فرد حجم راه، واحنا والحجم اللي حشتنا بيه. انا عندي هذا اصغر شوية حسيته، هذا زاد متاع جلاس، باش نحطهم انا الكعبورات لهنا هكا، نوزعهم حسب الحجم اللي انا حشتي بيه هكا.
ظهرت لي سهلة انا هذية، ويجول كلهم فرد حجم هكا، جيست هكا ننزل عليها تخرج. كنت باش نحط لها بابي بلاستيك وبعديك ما حطيتش، هكا كعبروها ونحطوها غادي. واذا كان عندنا حلو هكا باش تستعملوه زاد نص دايره نشوف فيها زاد بيرفكت، خاصه للمعمول هذاك اللي يعملوا فيه الشرقيين. نشوفها زاد هذه طريقه ياسر تسهل. هكا كملنا. هذايا الفستق باش نصب له شويه ماء زهر، انا هذوما زاد شويه اخر طريف، انا مازلت عندي شويه في دبوزه اخرى انقذوني، عندي الدبوزه هذه فيها شويه ماء زهر ديما مخليته للقهوه. الحاجه اللي ردوا بالنا منها الفستق راهو فيسع يشرب فيسع، يعني يولي تري من السوائل، راهو ماهوش كيف الزوز ولا البفريوه، يعني نصبوا نقطه نصبوا بريسك نص الكميه نتاع نتاع الزوز. هاو كان صبيت شويه، هولي مانيش باش نستحق الاخرين، هاو فيسع ترى دونك دايما ماهوش باش يستحق ولا نكتة، يمكن جيست هكا شوية نكتة هكا نكتة على الاخر. لكن ما عدناش طرف ريزيرف باش نشيحو بيه، يعني باش يجينا جاري. هنا هكا توا يزي قسم توا هكا بات ابي بري وبعدي كنشوف. قسمها هكا هاكو بريسك، يعني جوني مضبوطين سبحان الله، يعني جات الكمية يعني قد الفرم تاع الكلاس. حاول توا انا باش نسوي مثلا نقص من هذه ونزيد الاخرى باش يجوني يعني بريسك نفس الحجم. عبر البيستاش توا كملتهم، هاكم بريسك نفس الكبر نفس الحجم. توا نغطيهم زادا كيف الكعبر بتاع الزوز باش ما يشيحوش. نبدا اول شكل باش نعمل الشكل هذايا. هذايا انا مول شريته باش نعمل بيه الغريبه، اما قلت خليني نجربه تراه في الوصفه هذية. هو مول نتاع كيكسه، يعني نتاع بشكوتو، ويجي زادا نتاع غريبه. ها هاكا كيفاه الفورم نتاعو هذا من برا، يعني تجي فيها شوية كالنقبة هكا شوية تقاويرة في الكعبة. إذا كان واحد بعد باش يزينها بفستق ولا باش يحط فيها حاجة ولا معجون، يعني هذايا المول هذايا يصلح باليدين. باش نستعمل المول هذايا كأول فورم، وبالنسبة للفورم الآخر نجم زادا نحل العجينة ونقصها بالقصاص هذايا ونحط فيها الحشوة ونسكر. عندي هذوما ما نعرفش يمكن نستعملهم للتزيين وممكن لا، باش نشوف من بعد. بيع الخش نتحكموا فيها كيما نحبوا، اللي يحبها جويده يحلها جويده، واللي يحب مثلا خشينه باش يقتصد في الحشوه يعملها خشينه ماهيش مشكل. بالنسبه للعجينه المره الاولى خوفتني، ظهرت لي طريه، اما توا كتحطت في الفريجيدير وارتاحت ما شاء الله بصراحه بيرفكت. اوكي واحد بيرفكت يقولها بعد ما بعد النتيجه، اما هكا يعني ظاهره باهيه العجينه. انا حولتها على البابي اوكي، القصاص هذا زاد نجم نحيه هكا ونقص كان هكا مدور احسن. نوزع طول الكعابر هكا ونحاول هكا نلم هكا شوية ونسكر. ننزل عليها هكا شوية باش تتسكر العجينة هكا.
أوريكم أنا المول يعني شنو قصدت بالفكرة متاعه. مثلا ناخذ هكا الكعبة بعد ما سكرتها نجي نحطها لهنا وننزل عليها هكا نشايشة. هذا أنا اللي قصدت بيه علاش كيفاش حبيت نعملهم في المول، هكا نحب نعملهم بالطريقة هذه. ننزل عليهم لهنا ياخذوا هم الفورم بتاع المول. هنخرج كعبة مثلا تشوفوا الفورم بتاعه وهي ناية، ميسالش كتجربة تولي هكا الفورم. توا مقطع كان باش ندخلهم للفور وتشوفوا معاي كيف باش يطلعوا. باهي توا بعد 10 دقايق نتقابلوا. هذوما كملوا، اوريكم لهنا زال سخون هو، اما لهنا هكا صفار شويه ولا دوري هكا يزي. هذه البارتي الثانيه بتاع العجينه، كعبوره ثانيه كملت حليتها انا هكا. الوردات هذوما قلت نسكر بيهم انا، نسكر بيهم العجينة. حلوين كفكرة. تعرف العجينة هذايا قاعدة نجربها معاكم، راه نحط طرف البيستاش لهنا، نحاول هكا باش نطلعو لهنا شوية، نجمو ننزلو عليه هكا نعملو نجمة ولا نخلو هكاك خاطر باش نحطو عليه ديجا الوردة هذيك. حاولوا هكا باش نوصلوه للي يتسكر شوية هكا على على البيستاش العجينة، كيما يعني فكرة الطواجن متاعنا. انا ديجا ما عنديش هكا النقاش وما نعرفش منين باش ناخذه، هكا الفكرة هذية مثلا. من بعد ندوراهم ونحط الوردة هذه نسكر بها، اما يلزمني نسكرها بالقدا، يلزمني نسكر نكمل نسكرها نجرب معاكم. يلزمكم نسكروها كومبليت. ونحاولوا هكا باش نسواها، نحطوها على كف يدنا هكا ونسواها. نجمو تو نحطو عليها الوردة هكا، نجم هكا نهز هذي بالعود وننزل مثلا نزلة لهنا هكا دوب هكا. هاي جت مزيان. باش نجرب انا الطريقة هذي، قاعدة نستنبط معاكم راهو نكتشف، عمري ما عملت ورا الحلو هذي. نعمل كعابر لوز، كعابر فاكية هكا فار اكزومبل، والا ما دام هو بالبيستاش نولي نغرس فيه كعبة بيستاش. بيرفكت، ننزل عليه كعبة بيستاش. واو فيت الافكار. حطوا اول كعبة هذية استنباط، يا اخي نخليها لهنا بحذاكم خير تشوفوها. حطها في الكوان لهنا. عجبتني انا بصراحة، اول مرة نعملها على خاطر حلوة. باش نكمل انا بالفورم هذايا، واذا كان جتني فكرة يعني نتاع فورم اخر تنوريها لكم. حلوين هاكا، فرق ما بين الكعبة الاولى هذيك التجربة الاولى وهذه التجربة الثانية. وشو التجربة الثالثة؟ يعني واحد ديما كل ما يجرب ويعاود يتعلم، يعني في الإعادة دي ما فما إفادة.
vedere il platon تاعي. عملت هدومة هكا بالنقبة وعملت هدومة من غير حتى شاي، وهذوكم بالبيستاش. وتو سخن الفرن تاعي على 180 درجة، نخليهم زادة 10 دقايق ونخرجهم. العجينة هذه باش نعاود نعجنها هكا شوية ونلمها ونخليها في الفريجيدير. هذه باش نزيد نعمل بها حشوة أخرى. هما مازالوا سخونين بالطبيعة، يبدو هكا طريين شوية، هكا بداو من اللوطة جيست هكا شوية دوري هكا صبا. هذاك راهو خاطر انا بالطبيعة الحشوة خضرة والعجينة ترونسبارون هكا شوية، عملتها ياسر رهيفة انا، اما نتيجة حلوة. هذه الكونتيتي اللي تحصلت عليها، هذه الكمية. احنا بالطبيعة جربنا منها، كلينا صحن في بعد شقان الفطر، واما كليناه بلاش شحور، اما كمام جت ناقصة سكر بالقدا، ذاك علاش انا شحرتها. من المرة الاولى كنت مانيش باش نشحرها بالعسل، وليت شحرتها اما بعد ما بردت. وفي الحالة هذه اذا كان الحلوى باردة لازم الشحور يبدأ سخون. اوكي مزيانين، ايش قولكم في الشكل النهائي؟ ياسر مزيان وياسر بنينة زادة. حليكم كعبة نوريها لكم من داخل كيفاش. جات هشوشة، راهي العجينة على الاخر. هذه متاع الزوزة، الزوزة جات شوية اكسح شوية اما بنينة. مش معناها يابسة اما شادة روحها اكثر. اللي قاعد يشوف توا في الفيديو ومازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، يفعل الجرس وبش يوصلوا كل جديد نهبطوا. وبسلامة.